ولذلك أنا أقولها لك، لا تتفاجأ إذا انتهت الانتخابات وسوف نكون على الأقل على قد أمام 7 مرشحين، ووجود هاي 7 مرشحين هو سوف يعطي الفرصة أو تشانس للسيد الكاظمي أن يبقى للولاية ثانية، هذا واضح. يعني تعطي الفرصة للسيد الكاظمي، مو أني، لولاية ثانية، مو أني، أنت تقول بهذا؟ أي أنا أقول هذا، بس مو أنا، أنا أقول عندما يكون هناك 7 مرشحين أي. فهذا يعني من الصعوبة أن أتفق على واحد منهم، فسوف يتجه البعض يقول لك يا أبا خلينا بالكاظمي، وهو خيار جيد، رجل اشتغل وطني، لكن استقلاليته هي التي لم يكن. اليوم أنا يعني أتعجب من يحكون على السيد الكاظمي، هسه أنا أختلف وياه بنقاط على رغم أخي، خليني أقول لك شيء واحد. اليوم الخلافات ما بين الدول العربية، يعني اليوم احنا كنا في سابقا يعني خلافات ما بين إيران وأمريكا والسعودية، كنا سعات بريد. اليوم العراق مشرف، قعد الإيرانيين والأمريكان في بغداد، خفايا معلومة جديدة، قعدوا في بغداد وبإشراف الكاظمي وحلت كثير من المشاكل. قعدوا السعوديين والإيرانيين في بغداد وبإشراف حكومة الكاظمي عشان نقول شخصا وحلت كثير. فهذا دور ريادي للعراق. اليوم المؤتمر اللي صار صحيح ما يعني دول الجوار لم يكن بنتائج، لكن هو مجرد الاجتماع كان حقيقة في رد اعتبار للعراق. هذا انتاج. اليوم حكومة الكاظمي قالت لك أنا حكومة انتخابات، سوت لك انتخابات 10-10. اليوم لجنة مكافحة الفساد أبو رغيف عندنا ملاحظات، نعم، لكن أول لجنة عملية وواقعية وتعتقل المسؤولين وتدبهم جوا وتحقق وياهم وتصدر أحكام، فهذا شيء جيد. هذا شيء جيد، لكن وين الكاظمي بلا كتلة وبلا داعم سياسي ومن إجا مالك موازن، وين كانت مصادر قوة هذا الرجل باعتقادك فيما إذا لو قررت القوة السياسية أن تعيد إنتاجه مرة أخرى؟ لا هو مو شرط أن تقدر إنتاجه، قلت لك مرات نظر، يعني أقول لك سيد الكاظمي قبل ما يكون رئيس وزراء رشح لرئاسة الوزراء وكان عليه فيتو، ما كان يطلع، بعدين رشح من جميع الكتل لما انطرح من 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 يعني دفعوا به الإخوان الصدريين أول ما أيدوا، مو دفعوا به، وكان مرشح السيد الرئيس كل الكتل. وتتذكر أنت الاجتماع اللي صار في يوم تسميته كرئيس وزراء وطلع من بيت الرئيس برهام صالح بسفة كبيرة، وهذا الإجماع. السيد الكاظمي كلهم أيدوا له، إن كانهم كل في مأزق وأزمة، كان تشرين، كان يعني كان الانهيار هذه الكتل، انهزام هؤلاء السياسيين، فبالتالي حتى لو تعرضها على أحدهم كان يعتذر. كاظمي يوسيجا كبش فداء، اجى فدائي لهذا المنصب، وحقق الرجل في هذه السنوات. وانا اريد هو اسال يعني رب الله مو وياه القوى الشيعيه، وبس الله وياه، ها؟ بس الله وياه، وانا اللي ادري صاحب الله مفشخ، بس الله وياه اقول لك، واقول لك صاحب الله مفشخ.